بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض حل أسئلة الوحدة السادسة. النهاردة معادنا مع الدرس الثالث والرابع من أسئلة الوحدة السادسة، What's wrong؟ هنبتدي مع بعض الأسئلة page 352 352 352. عند أول سؤال choose the correct answer from A, B, C or D. اختر الإجابة الصحيحة من A, B, C or D. Number one, your health shows the health of your mind. صحة إيه بتبين صحة أو بتوضح صحة عقلك. Or how happy you are. أو أنت إزاي قد إيه أنت سعيد، يبقى mental health الصحة العقلية. Two is to become comfortable and less worried. أنت تكون مرتاح و أقل قلق، يبقى تو ريلاكس تسترخي الاسترخاء. بعد كده كي فوكاب عن الكلمات. عادل is very funny. He always علي ده يعني very funny، مضحك جدا وعلى طول ايه jokes. He always jokes، بيقول نكت. We should have positive towards others. المفروض يكون عندنا بوزيتيف ايه ناحيه الاخرين، فيلينج مشاعر ايجابيه ناحيه الايه الاخرين. احنا لازم يكون عندنا بوزيتيف فيلينجز توورد اذرز، مشاعر ايجابيه ناحيه الاخرين. 5 when you feel worried in and out slowly. لما انت تشعر بالقلق breathe in and out، تنفس للداخل شهيق وزفير ببطء. 6 fans write، المعجبين او المشاهير قالوا write comments تعليقات on their stars posts على مدونه النجم بتاعهم، يبقى بلوجز بلوج مدونه ايه الكترونيه. 7 I wanted to be part of a certain of popular students. انا عايز اكون جزء من ايه للطلاب الشعبيين او المشهورين، يبقى جروب، عايز اكون في مجموعه من الطلاب اللي هم محبوبين. 8 someone online messages can some online messages بعض الرسائل الالكترونيه can people very badly، ممكن ايه الاشخاص سيء جدا hurt، ممكن تاذي الاشخاص بطريقه سيئه. بعض الرسائل الإلكترونية ممكن تأذي الأشخاص بطريقة سيئة، يبقى hurt. 9 you should your friends carefully. يبقى you should choose، المفروض تختار أصدقائك بحرص، المفروض تختار أصدقائك إيه بحرص. 10 in a class students learn to breathe slowly and to only think of the present. في فصل ايه الطلاب المفروض يتعلموا ازاي يتنفسوا ببطء وازاي يفكروا في الحاضر بتاعهم، ان mindfulness حس الايه اليقظه، mindfulness الوعي او اليقظه. 11 is something you say to make people laugh. يبقى joke هو حاجه انت بتقولها عشان تخلي الاشخاص ايه يضحكوا، joke. 12 two is to allow someone to be part of something. هو تسمح لشخص ان هو يكون جزء من من حاجة معينة، تبقى include. To include يشمل او يتضمن ان انت تخلي شخص معين بيكون في جزء من حاجة معينة. 13 think before you make a decision. يبقى think deeply، فكر بعمق أو بتأني قبل إيه ما تاخد القرار. 14 when you are upset، لما تكون منزعج. This means you don't feel، ده معناه أنت مش بتشعر بإيه comfortable بالراحة. لما تكون منزعج ده معناه أنت مش بتشعر بإيه بالراحة. Next 15 the antonym of mindful is mindful، معناها ايه يقظ او منتبه، عكسها unaware غير منتبه او غير يقظ غافل يعني.
16 when someone is calm لما يكون شخص هادئ. This means he speaks ده معناه ان هو بيتكلم بايه؟ calmly بهدوء بيتكلم بايه؟ بهدوء. When someone is calm لما يكون شخص هادئ ده معناه ان هو بيتكلم بايه؟ بهدوء. 17 in the past people used to listen to the radio في الماضي الناس كانت متعوده او متعودين ان هم يستمعوا الى الراديو. The opposite of the word past عكس كلمة past اللي هو الماضي future المستقبل الماضي عكسها ايه future. guessing the meaning خمن المعنى خمن المعنى من الكلمات. I couldn't swim well انا ما بقدرش ان انا اعوم بطريقة جيدة so I had to wear a or an عشان كده المفروض ان انا البس ايه life jacket اللي هي سترة الحياة لما الواحد ما بيكونش بيعرف يعوم بيلبس كده جاكيت منفوخ شوية عشان ايه يطفو على وش المية. 19 writing bad is a form of cyberbullying انت تكتب ايه حاجات سيئة ايه ده نوع من انواع التنمر الالكتروني يبقى bad comments تعليقات سيئة ده نوع من انواع التنمر الالكتروني. 20 when I reached the school late لما وصلت المدرسة متأخر the gate was locked البوابة اتقفلت. the word locked means كلمة locked معناها closed ليه اتقفلت أغلقت. 21 you should be kind to your mates المفروض انت تكون طيب او عطوف او كويس مع ايه اصدقائك. 22 I want to be friends the new student I want to be friends with انا عايز اكون صديق مع I want to be friends عايز اكون صديق مع ايه الطالب الجديد. 23 my mother tried to stop my father from smoking ماما بتحاول انها تخلي بابا يقف عن ايه يوقف التدخين او تبعده عن التدخين. 24 there is a lot of false information on social media في العديد من المعلومات او كثير من المعلومات الخاطئة على الايه السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي. I share my room with my sister انا بشارك غرفتي مع ايه اختي تمام بشارك الغرفة بتاعتي انا اختي انا هي واختها قاعدين فين في غرفة واحدة. بقى كده نل مع بعض على اسئلة الجرامر. عندنا أول سؤال من أسئلة الجرامر complete the sentences with the correct form of the words in brackets أكمل الجمل باستخدام الشكل الصحيح للكلمات الموجود في الأقواس. عند number one I could understand the film because it was in a language I don't understand أنا الفيلم إنه أفهم الفيلم لأنه موجود لأنه بلغة أنا ما فهمتش اللغة ديت أنا الفيلم بلغة غير اللغة الأصلية بتاعتي يبقى I couldn't أنا ما فهمتش الفيلم لأن الفيلم معمول أو الفيلم بلغة غير اللغة بتاعتي أنا ما فهمتش اللغة دي. Number two ملك had to buy more rice because we had lots already ملك تبي يشتري رز أكتر بس لأن إحنا already عندنا كتير يبقى didn't have to هي مش مضطرة انها تشتري didn't have to هي مش مضطرة تشتري رز اكتر لان احنا اوريدي عندنا كتير. فاطمة wasn't able to walk to school because she hurt her leg يبقى عندنا able بيجي بعدها ايه to يبقى فاطمة wasn't able to walk to school ويبقى wasn't able to walk to school لأنها أذت إيه رجليها. 4 in the mountains we was able to see an amazing waterfall أولا we ما بيجيش معها was بيجي معها where لأن we جمع W E R E يبقى verb to be في الماضي مع we بيبقى where in the mountains إحنا كنا قادرين إن إحنا نشوف an amazing waterfall شلال مدهش. 5 طارق have to go to the dentist yesterday because his tooth hurt.
هنا طارق اضطر ان هو يروح لطبيب الاسنان امبارح لان سنته كانت بتوجعه، يبقى طارق had ماضي to go to the dentist yesterday. 6. It was very windy. الجو كان عاصف جدا او في رياح. So planes wasn't able to leave the airport. طبعا هنا planes دي جامعة تبقى بدل wasn't تبقى weren't. able to leave the airport. 7. I didn't have to. انا ما كنتش مضطر. I didn't have to طبعا بيجي بعدها المصدر do what my friends suggest. انا مش مضطر ان انا اعمل اللي اصدقائي اقترحوه. 8. I got up late yesterday. انا صحيت متأخر امبارح. But I able to reach school on time. ولكني كنت قادر على ان انا اوصل المدرسة في الميعاد، يبقى was able to. 9. Because it was foggy in the morning I could see the road well. لأن الطريق كان ضبابي الصباح في شبورة كتير. تمام. I couldn't نفي بقى، ما كنت شايف الطريق كويس. couldn't the road well. 10. My mother told me I not able to walk until I was about 3. ماما قالت لي ان انا ما كنتش غير قادر على ان انا امشي قبل ما تم 3 سنوات، يبقى wasn't able to. I wasn't able to walk until I was about 3. 11. Although he was tired, بالرغم ان هو كان تعبان, he able play match, the match, هو كان قادر ان هو يلعب الماتش. He was able to play the match, هو كان قادر ان هو يلعب الايه؟ ماتش. able to. 12. Sorry mom, as في امي, I wasn't able the shopping because the shops were closed when I got there. ما كنتش ما قدرتش ان انا اقوم بالتسوق لان المحلات كانت قافله لما وصلت. يبقى able to do. to بيجي بعدها المصدر do. able to do shopping. 13. It wasn't necessary I have to go by car. ده ما كانش لازم ضروري. I didn't have to go by car. انا مش مضطر ان انا اروح ايه؟ بالسيارة. didn't have to go by car. 14. Yesterday I had to talk. I had to فعل بعدها في المصدر to take the umbrella as it was raining. امبارح انا كنت مضطر ان انا اخد الامبريلا معايا لان الجو كان بيمطر. 15. They are able to ride a bike when they were young. يبقى they were able to هما كانوا قادرين على ان هما يركبوا الدراجة لما كانوا صغيرين. 16. She was able to catch the ball. She was able to catch the ball. هي كانت قادرة على انها تمسك الكرة، تلتقط الكرة. The girl didn't has to do what her friend said. البنت مش مضطرة انها تعمل اللي اصدقائها قالوا لها، صديقتها قالت لها عليها. يبقى didn't بعدها المصدر have. didn't have to do what her friend said. Are your sister able to swim when she was 6? يبقى was your sister عشان هنا اسم مفرد. ويسأل سؤال عن حاجة في الماضي، هل هي كانت قادرة على السباحة لما كان عندها 6 سنوات؟ 19. At the age of 2 في عمر السنتين. My sister تبقى مفرد wasn't able to ride a bike، ما كانتش قادرة على انها ايه؟ تقود دراجة، تركب الدراجة. 20. آخر سؤال. We didn't have to walk to the museum because there wasn't a bus. يبقى احنا نمشي لحد المتحف لان ما كانش فيه
اتوبيس يبقى had to، احنا كنا مضطرين ان احنا نمشي لحد المتحف لان ما كانش فيه ايه اتوبيس. بعد كده عندي general exercises on lessons 3 and 4، تمارين عامة على الدرس الثالث والرابع. Finish the following dialogue. يوسف and تامر are talking about being mindful. يوسف وتامر بيتكلموا عن ان هم يكونوا واعيين او يقظين. Hello تامر، why were you absent yesterday؟ ليه انت كنت غايب امبارح؟ Hi يوسف، بعد كده في الجملة بعد كده السؤال. Much better thanks، احسن شكرا ليك. فهنا بتسأل ان هو كان ايه، يبقى غايب عشان كان عيان. I was ill. بعد كده بيقول طب انت دلوقتي عامل ايه؟ much better، يبقى how are you now، كيف حالك الآن؟ how how are you now much better thanks. you missed a good lesson yesterday، انت فوتت حصة جيدة جدا امبارح. What was it about؟ هي كانت عن ايه؟ طبعا هنا قال لك mindful، يبقى it was about mindfulness. it it was about mindfulness. mindfulness means، يبقى هنا عايز يفهم معنى كلمة mindfulness اللي هو الوعي أو اليقظة. what does mindfulness mean؟ يبقى what does mindfulness mean؟ كلمة mindfulness معناها ايه؟ قال لك mindfulness means being able to relax by calmly things، انت تكون قادر على ان انت تبقى مسترخي بالتفكير الهادئ. about your feeling، عن المشاعر بتاعتك. and what is around you at the moment، واللي حواليك في هذه اللحظة. good، how does it help us in our life and study، ازاي ده بيساعدنا في حياتنا ودراستنا. and it help us to breathe and relax، بيساعدنا ان احنا نتنفس ونسترخي. it helps us to breathe and relax. نقف مع بعض كده. يبقى hello تامر، why were you absent yesterday؟ hello يوسف، I was ill. How are you now? Much better, thanks. You missed a good lesson yesterday. What was it about? It was about mindfulness. Mindfulness. What does mindfulness mean? Mindfulness means being able to relax by calmly thinking about your feeling and what is around you at the moment. Good. How does it help us in our life and study? It helps us to breathe and relax. Next, choose the correct answer from A, B, C, or D. The suffix اللي حاجة changes happy into a noun تبقى happiness، happy سعيد، تبقى happiness السعادة، happy adjective بعد happiness noun. aware and mindful are synonyms، اللي هو يعي الوعي أو يعي أو يقظ أو عاقل، ديت معناها إيه؟ synonyms مترادفتين. 3. The antonym of future is عكس كلمة future past، الماضي عكس المستقبل الماضي. The un gives the opposite of the adjective aware. aware يبقى the prefix aware، البداية عن، البداية عن بتدي عكس كلمة ايه؟ صفة aware. aware يبقى unaware. 5. I can't believe you، انا مش مصدقك، you are joking، انت ايه؟ بتهزر. I can't believe you، you are joking. means being be able to think calmly، اللي هي mindfulness، انت تكون قادر على ان انت
تفكر بهدوء about your feelings عن المشاعر بتاعتك and what is around you at the moment واللي حواليك في هذه اللحظة. احنا لسه حالنا في المحادثة اللي هي ايه؟ mindfulness. Next. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. أكمل الجمل باستخدام الشكل الصحيح من الكلمات الموجودة في الأقواس. The boy couldn't did his homework. يبقى couldn't do الفعل في المصدر. Number two. Ram is not able to fix the fan. يبقى wasn't able to. ما كانش قادر على تصليح المروحة. عمر must make noise at the library. عمر المفروض يعمل ضوضاء في المكتبة يبقى mustn't make في النفي. حاتم كان swim when he was four يبقى حاتم could swim. حاتم كان قادر على السباحة لما كان عنده أو كان يستطيع السباحة لما كان عنده 4 سنوات. Could ليلى cooks alone when she was 11. هل ليلى كانت بتستطيع إنها تطبخ بنفسها لما كان عندها 11 سنة؟ يبقى cook فعل في المصدر. تمام. بعد كده عندي read and complete the text with words from the following list. اقرأ واكمل النص باستخدام الكلمات الموجودة في القائمة. start معناها يبدأ و طريق. jacket اللي هو jacket. boat مركب. wear يرتدي. wore الماضي من wear. last week my uncle took me out on his boat. الأسبوع اللي فات عمي أخذني أخذني وطلعنا بالمركب. I had to a special life. I had to wear ارتدي a special life jacket سترة النجاة خاصة. and he said I could walk carefully around the boat وقال لي ان انا اقدر اتحرك بحرص حوالين ايه المركب. but I couldn't run ولكن ما اقدرش ان انا ايه اجري. we traveled a long way and after 2 hours احنا سافرنا مسافة طويلة وبعد ساعتين I wasn't able to see the beach ما كنتش قادر على ان انا اشوف الشاطئ. only the sea البحر فقط. then the engine stopped بعد كده المحرك وقف. we tried to start it احنا حاولنا ايه نشغله but we couldn't ولكن ما قدرناش. وعند كده we're number one, jacket number two, boat number three and start number four. اخر سؤال عندي في الدرس الثالث والرابع. write 110 words on the following. a review on how to be mindful. ازاي تكون واعي او يقص. عندنا هنا مع بعض. if you are somehow anxious لو انت بطريقة ما متوتر about your school work عن العمل المدرسي. I'd like to advise to you to relax. انا احب ان انا انصحك انت تسترخي. be calm تكون هادئ and concentrate in your study وتركز على الدراسة بتاعتك. this can come by mindfulness وده ممكن يجي بس بالايه بالوعي. You should have breaks between your study sessions. المفروض تاخد استراحات بين السيشنز فترات الدراسة بتاعتك. You can spend your weekend at a different place. تقضي الأجازة بتاعتك في مكان مختلف. With cheerful people مع ناس مبهجين. Don't try to talk or hear about people's problems. ما تحاولش إن أنت تستمع لي تتكلم أو تستمع عن مشاكل الناس. Being mindful helps you to achieve great progress in your life. انت تكون واعي ده بيخليك تحقق اهداف عظيمة في حياتك. نقرأه مرة كمان. If you are somehow anxious about your school work, I'd like
to advise you to relax, be calm, and concentrate on your study. This can come by mindfulness. You should have breaks between your study sessions. You can spend your weekend at a different place with cheerful people. Don't try to talk or hear about people's problems. Being mindful helps you to achieve great progress in life. وبكده طلاب الأعزاء نكون انتهينا من حل أسئلة الدرس الثالث والرابع من الوحدة السادسة من أسئلة الكتاب المعاصر. أتمنى طلاب الأعزاء أن تكونوا استفدتم من الفيديو. شكرا لكم، بالتوفيق دائما إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.